الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ريهام معاكم من قناة فيرست اونلاين. طبعا جايبالكم النهارده منتج حلو جدا وبسيط وسهل جدا زي ما انتم شايفين معانا، وهو قطاعة يدوية حلوة اوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، جميلة جدا. تقدر تفرمي بيها البصل او الثوم او الخضار او اي حاجة حابة تفرميها، جميلة جدا وسهلة اوي وبسيطة زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، حلو اوي. وكمان هي مهمة جدا في فرم البصل والثوم، حلو اوي. مبشرة يدوية جميلة جدا. تعالوا نشوف معانا شكل المفرمة اليدوية من الداخل زي ما انتم شايفين معانا بالشكل الجميل ده. طبعا فك معانا بالشكل ده، حابة تحط توب او تحط بصل، تحط اي حاجة تحطها هنا في الاناء ده، جميلة جدا. تضغط عليها بالشكل ده، ده شكل السنون بتاعتها، جميلة او حادة وكويسة جدا في الفرم، جميلة او بالشكل ده معانا. وتحطيها معانا كده وتضغطيها. بعد ما بتحط البصل مثلا او التوب تضغط عليها بالشكل ده زي ما انتم شايفين معانا، هتفرم معاك كويس جدا وهتخلي الحاجة مبشرة معاك. البصل والتوب ناعمة جدا. تضغطي معانا بالشكل ده كده وتلفي معاك كده، جميله جدا وحلوه قوي بالشكل ده زي ما انتم شايفين معانا. تقدري تغيري الغطا ده وتحطي الغطا ده لو حابه مثلا تغيري شكل الفرم بتاعك، او حابه تفرمي اي حاجه، حابه تغيري وزي ما قلت لحضراتكم. طبعا لو حابه تغيري اي حاجه او تغيري شكل الفرمه اللحمه او كده او اي حاجه البصل او كذا، ده تقدر تفرميها بالشكل ده معانا، جميلة جدا ممتازة جدا، حلوة جدا في الاستخدام بشكل يدوي، حلوة اوي. بتوفر معاكي مع الوقت، مفرمة جميلة جدا للثوم والبصل والخضار، حلوة اوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، وهي جميلة جدا في المفرمة وسهلة جدا ويدوية وبسيطة وحلوة اوي. فيها حاجات كتيرة كمان مميزة، الفرم بتاعها حلو اوي، وكمان فيها الوان كتير مش بس اللون ده، شكلها حلو اوي جميلة جدا. وستانلس ما بتاخدش معاكي مساحة، جميلة جدا اوي وحلوة اوي، وكمان بتقاوم الصدأ، ما بتأثرش بأي حاجة، حلوه جدا وهي جميله زي ما انتم شايفين معانا. استانلس زي ما انتم شايفين المسامير بتاعتها حاده، وكمان سهله جدا في الاستخدام زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا لو في اي استفسار او في اي حاجه تقدروا تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو، تواصلوا معانا او تتواصلوا معانا على الرقم ده 010-992-2947. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، تواصلوا معانا. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.